نجمة من نجوم العمل الدرامي بلا منازع، تتألق بحضور هادئ وأحياناً صاخب، سواء كانت على خشبة المسرح أو السينما أو المسلسلات التلفزيونية. الموسيقى التصويرية عالم من الإحساس الذي يعزف على وتر المشاهد ويضعه في قلب الحدث والموقف ليختبر شعور الأبطال، فيضحك معهم تارة ويبكي معهم أطوار. وهي إحدى ركائز الدراما التي تطورت عبر الزمن وباتت فناً قائماً بذاته لا يمكن إنجاح العمل من دونه. الموسيقى التصويرية هي يعني الموسيقى المصاحبة لفيلم سينمائي أو مسرحي أو حتى يكون إذاعي. فالموسيقى التصويرية تعطي يعني جانب قوي جدا أو ترفع من قيمة الفيلم أو من قيمة المشهد اللي موجود. في السابق يعني أول ما طلع السينما، أول ما طلعت السينما كانت السينما صامتة، ما كان فيها حوار، فكان فيها فقط موسيقى. يعني لو مثلا نتذكر أفلام شارلي شابلن كانت صامتة ولكن فيها شخص موجود يعزف بيانو لايف أو فرقة موسيقية. فالموسيقى التصويرية سبقت الحوار في الأفلام. هناك العديد من العناصر التي يرتكز عليها اختيار الموسيقى التصويرية من قبل المؤلف الموسيقي قبل الشروع بتأليف موسيقى تتواءم وطبيعة العمل الدرامي. يتم اختيار الموسيقى التصويرية على حسب المشهد اللي هو الموجود، وأيضا اختيار الآلات المناسبة لهذا المشهد. يعني فرضا لو قلنا في حوار ما بين شخصين قاعدين في مكتب أو في استوديو أو في مكان مغلق يعني، وفي حوار شوي صار فيه توتر، فما يصير أخلي فيه موسيقى فيها إيقاعات طططا وكذا إلى آخره، فراح تغطي على الحوارات. فلازم تكون اختيار الآلات جدا مهمة، واللي هو الستايل أو الطريقة تكون بحيث أن أنا كمؤلف موسيقي لما ألف للمشهد هذا ما أخلي فيه هذا الكم الهائل من الآلات أو أنه يكون صاخب. والعكس إذا كان في مشهد مثل ما قلت لك مشهد مطاردة في الخارج، سيارات تطارد كذا، هني لازم تكون الموسيقى قوية. وفي أحيانا بعض المسرحيات هي عبارة عن ملحمة، مثل مسرحية لسمو الحاكم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مسرحية داعش والغبراء، هي كانت ملحمة ما كانت مسرحية عادية، فيها خيول فيها قتال وفيها أشياء كثيرة. فكان يعني لما قريت النص وقعدت مع المخرج، فالعمل كله تقريبا بحاجة إلى ملحمة موسيقية فيها من الإيقاعات وفيها من شغلات كثيرة، من الساوند إفكت أيضا، من الساوند ديزايننج. يعني اشتغلنا فيها بشكل صراحة الحمد لله رب العالمين، شكل كان جدا جميل يعني الحمد لله. تتفاوت الأعمال الدرامية وفق نوعها وفحواها في مدى احتياجها للموسيقى التصويرية، وكم مقطوعة بإمكان العمل الدرامي الواحد أن يستوعبها وفقاً للمشاهد والحبكة والحدث. قبل لا أبدأ في تأليف الموسيقي لأي عمل دائما أرجع إلى الأعمال اللي أنا سويتها قبل، دائما كذي أنا عندي هذا الشيء ستايل عندي، يعني أرجع أحب أسمع شو اللي سويته قبل،
سواء سنة أو سنتين أو كانت مسرحية أو أي عمل موسيقي أكون يعني شغال فيه، أرد أسمع أكثر من مرة، لأني أحاول دائما أني أسوي شيء جديد، ما أبغي أطيح في مطب التكرار. فهذا أول شيء أسوي. ثاني شيء أجيب النص، دائما أطلب من المؤلف أو المخرج أو المنتج، أقول لهم أعطوني النص قبل يعني قبل لا يبدون التصوير، أقول لهم أعطوني النص خلوني أقرأ أشوف، أقرأ أحط أفكار، أشوف البيئة إذا كانت بيئة صحراوية، إذا كانت بيئة بحرية، خاصة إذا كان العمل تراثي، لأن ما يصير مثلاً في بيئة بحرية أستخدم فيها مثلاً اللي هي الآلات التي تستخدم في البيئة البرية مثل الربابة، والعكس صحيح، ما أقدر أستخدم آلات بحرية أو إيقاعات بحرية في البيئة البرية. خلينا نشوف المشهد نفسه من غير معلم الموسيقى. تعتبر الموسيقى التصويرية بكافة الأحاسيس التي تنقلها للمشاهد سلاح ذو حدين، فهي إما أن ترفع مستوى العمل الدرامي أو قد تساهم في خفض مستواه ما لم يتم وضعها بالوقت المناسب للحدث المناسب. الموسيقى التصويرية تعتبر أيضا سلاح ذو حدين، يعني فرضا لو استعملنا الموسيقى التصويرية بشكل مكثف وبشكل عشوائي راح يضر المشهد، يعني لازم يكون في انتقاء بشكل يعني فيها تركيز جدا، ان اذا فرضا عندي انا مشهد، فرضا نقول مشهد مطاردة، ما يصير احط فيها موسيقى حزينة او العكس صحيح. فاختيار الموسيقى المناسبة للمشهد جدا جدا مهم، طبعا هذا يكون بالتعاون مع المؤلف الموسيقي وأيضا المخرج والبروديوسر، يقعدون في جلسة خاصة يشوفون النص، يقرون النص ويشوفون أحيانا بعض الرشز، أحيانا يتم تصوير بعض اللقطات، فيقعدون يشوفون شو هي الموسيقى الملائمة لهذا المشهد. عالم الموسيقى فن أخاذ يجعلك تحلق معه لآفاق خيالية وتنسى قلبك برفقته. من أجل ذلك كان دخول الموسيقى التصويرية لأكبر الفنون حدث فريد وإضافة إبداعية جعلت لكل عمل درامي روحاً وجناحين تأخذ المشاهد وتمسك بذراعيه ليتذوق إحساس الكاتب، شجنه، ابتسامته وجميع انفعالاته ليصل العمل الدرامي لأوج نجاحاته.